السلام عليكم، انا سميتني هاجر المدني بنت سيدي قاسم. خوتي خواتاتي شوفوا الحاله ديالي شنو وقع ليا. الزوج ديالي تعدى عليا، تعدى عليا بالمعقول. من نهار خديتو، انا في المشاكل، كان غتصبني وقالت الوالده ديالي ماشي مشكل نصلح هذا الشيء، ومشيت على الشماء ولدت الولد الاولاني وقلت ماشي مشكل. جلست بالجوع، جلست بالعذاب، خدمت ما خليت فين خدمت وكان جيبها له. ماشي مشكل، كنقول ماشي مشكل، راه ولد خالتي. ولكن في التالي الايامات الاخرى ولا كيبيدني في الزنقه، كان ناس في الزنقه، كان بات في الزنقه انا وليداتي، وهو داخل وسط الدار وانا كان بات في الزنقه. كنت غدا مسافره باش جايه نخدم، وتعرض ليا تاني تكرفس عليا. ناس معايا، واحد الناس لا يرتاح لها، ما يبغي لا الله لا العبد، تعدى عليا بزاف فوق القياس. ما نسمحلوش، نهائيا، لا دنيا لا اخرة. بقى ضربني من يدي، اول حاجة كان بداني من يدي، تيقول لي انا خطط لك يديك، شرق لي الحوايج اللي كنت لابسة. تعدى عليا بالمعقول، خطط لي وجهي، كان يخطط لي وجهي الاخر. واحد الدري اللي نقدني الله يجازيه بخير، ما عرفتوش شكون هو، كيقول لهم انا اختي مسلمه عن قدم. ما كان خسر لي الوجه الاخر، داني لواحد الجنان. امه كتشوف وعمته كتشوف وما جاوش رحموني. واحد السيد قال لي هنا على الشيطان ولدي، قال لي مرتي اللي كيجي كيقول لي بعد منك، كيقول لي مرتي كيرجع اللور. مشينا عند واحد السيد تاع الدار، دخلنا الله يجازيه بخير، قالنا اجو تفهموا هنا في الدار. هز حيت له الجنوي عند الناس، بيت هذيك الليله حالتي لا يرتى لها. هذيك الليله ما عرفتش، وليت انا ولا وليت مريضه نفسانيا. البارح في الليل بقيت كنحلم شي حوايج ما كاينينش، وليت كنحاول نقول، انتحر. ما بقات عندي حياه، تعدى عليا، تكرفس عليا، وباقي ما شدوليش حقي نهائيا. انا ما كاينش الحق، نهائيا. اللي مشيت عنده كيقول لي دابا نشدوه، هو باقي كيهضر معايا اوديوات، يقول لي انا نمشي للحبس، ولكن راه ما عاد صوري مني والو، ولكن نمشي للحبس، على العامره. انا بنت سيدي قاسم، وخويا حتى دابا خويا سيدي قاسم. وقفت معايا اختي، ما نساش خيرها، قالت لي نبيع الليل ورايا ولي على داري. ما نساش اختي خير، ما نساش، وما نساش خو اصحابات اختي، ما نساش خيرهم، وقفوا معايا الله يجازيهم بالخير. والحمد لله باقي، الرحمه في المغاربه باقي، الله يجازيكم بخير. انا كنطلب الدكتور التازي يشوف من حالتي، الله يجازيه بخير، يشوف من حالتي. راه عندي جوج وليدات، عندي محمد امين وريان، ما عندي حتى شي واحد، تضرنا ماشي في استطاعتهم. انا مجروقه انا وولادي، ما عندي لا فين نمشي، لا عندي لا تالي لا والي. الله يجازيك بخير دكتور التازي، ما يشوف من حالي، وكنطلب من سيدنا الله يجازيه بخير ما يشوف هذا الشيء، يشوف هذا الشيء. راه ولا الظلم، كنمشي عند المخزن دائما، خصني تنجي مقتوله ولا مذبوحه عادي يشدوا لي حقي. راه تكرفس عليا وتعدى عليا، الله يجازيكم بخير، راني اختكم مسلمه، الله يجازيكم بخير. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.